احنا طبعا في المباحث اللغويه ما زلنا، وانا على وعدي مع الاخوه انني لن اتوسع كما توسع فيها الامام الشوكاني، لا لشيء، ولكن حفظا لعقول الاخوه، لان احنا الاهم عندنا هو ما يفيدنا في الفقه، والذي يفيدنا في الفقه المباحث اللغويه التي تفيد في اصول الفقه التي نتوسع فيها، كما قلنا كايش؟ كالمطلق والمقيد والعام والخاص، والكلام على دلالة المنطوق والمفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، الكلام على دلالة الاقتضاء، الإشارة، الإيماء، كل ذلك لابد أن نتوسع فيه ونتكلم عنه. أيضا الترادف والاشتراك فيه ما فيه من الأهمية، لأنه يفيد في المسائل الفقهية، فأيضا سنعرج عليه، لكن لا ندخل في الاختلافات. يعني في هناك اختلافات بين أهل اللغة في هذه المسائل، ونحن في مسائل الاختلافات كما قال علماؤنا، كما قال شيخنا شيخ صالح بن عثيمين، نقول نأخذ بالأيسر، في اللغة الأمر واسع. وطبعا أهل البصرة وأهل الكوفة هم الذين قتلونا في اختلافات البصريين والكوفيين، لكن نأخذ بالأيسر في هذا الباب. فالاختلافات لا نعرج عليها، لأننا لسنا بصدد الاختلافات لنصل إلى النتيجة التي ستساعدنا في الأصول. نتكلم على المباحث التي تفيدنا في أصول الفقه. طيب الكلام على الترادف والاشتراك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية في الترادف، قال: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد. يعني هي ألفاظ مختلفة متوالية مترادفة، يعني هي تدل على إيش؟ تنصب على معنى واحد، على معنى واحد. طيب الترادف اولا، خلاص عشان نصدر. الترادف في اللغه معناه التتابع، ترادف في اللغه معناه التتابع، لذلك هو قال تتوالى الالفاظ، معناها التتابع. وفي الاصطلاح هو توالي الالفاظ المفرده الداله على الداله او الداله على 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 شيء واحد، على ذات واحده بمعنى واحد، باعتبار معنى واحد، هذا معنى الترادف. وأنا دائما في الأصول الفقه قلت: لا يتقنه إلا من تمرسه، والتمرس هو الذي يزيدك بإيش؟ بالأمثلة. أنت علمت تصورك الآن على التعريف، أفضل ما في التعريف إذا أتقنتها وكانت جامعة مانعة تجعل لك تصورا مستقيما على مساءته، الأمثلة تغذي لك هذا التصور وتجعلك تتقن. يبقى إذن الترادف كما قلنا هي ألفاظ متوالية مختلفة تدل لك على إيش؟ زاد واحد. يعني ممكن نقول شوف، إذا قلنا خمس أطفال، يعني سامحني بالتصوير حتى تصور أنت الآن، تعال أيمن قف هناك، سامحني، أوقف يا باشمهندس، أنت مهندس كهرباء، خلينا مباني الآن جيد، وخلي واحد من ورا. ودلوقتي ده اسمه إيه؟ ده اسمه ايه؟ خلاص ده عندك اسطوانه، ده اسمه ايه؟ عمود. تعال يا مهندس كهرباء انت كمان، قم اسمه ايش هذا عندك؟ يعني انت متوافق معهم اسمه ايه انت ايه؟ ساري، تعال قف لي هنا. انا ساجعلكم تتصورون العلم، لان هو العلم تصور، حتى الاعمش ما كانش بيحفظ الاسانيد الا بالتصور. قف لي شرح التعريف. احنا قلنا التعريف هو الالفاظ المتواليه كثيره، هي مختلفه صح، تدل على ايه؟ على ذات واحده، على معنى واحد، باعتبار معنى واحد. شوف الان انا اسال الان هذه الفاظ، طيب هي الفاظ عندك مختلفه، فنسال اللفظ الاولاني اهو، شوف هذه ايش؟ اسطوانه، عمود، انت سريع، رايتم هذه الألفاظ المتوالية المختلفة كلها انصبت إيش؟ في ذات واحدة على معنى واحد، مفهوم؟ هذا هو معنى الترادف، فهمتم؟ يبقى إذن هي ألفاظ مختلفة انصبت على إيش؟ على ذات باعتبار معنى واحد، باعتبار معنى واحد. إلى الأمثلة بقى الكثيرة التي يمكن أن تثبت ذلك. تصورت أنت الآن التعريف كمثلا أن تقول خب، هرولة، أسرع، في حديث ابن عمر رضي الله عنه بأن السلام كان من سنته أنه إذا دخل البيت يطوف خب ثلاثة أشواط ثم مشى أربعة أشواط بعد ذلك. الخبب معناها إيه؟ تقارب الخطى مع السرعة، فهي قريبة جدا، نقول خب أو هرولة أو أسرع، وكلها مترادفات تدل على إيش؟
سرعة المشي، توالي المشي، توالي الخطوات، هذا 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 ترادف، هذا يعتبر ترادف. أيضا يمكن أن تقول فرس. فرس، أنت ذهبت إلى حديقة الحيوان، أجلكم الله، فرأيت خيلا أعجبك جدا، قلت هذه فرس لا أرى مثلها، ما رأيت يعني فرس يعني فرسا مثله ولا مرة ولا في حياتي مثلا. يأتي آخر يقول هذا خيل عربي أصيل. صحيح. الثالث بقى اللي هو شبهنا أنا مين في الشوارع، الحصان ده يا عم شيخ بيجري جري، يبقى عندنا كل واحد وثقافات أيضا. فهذا قال خيل عربي أصيل، والثاني قال فرس، والثالث قال إيش، حصان. صحيح ولا لا؟ والكل قد نقول اختلفت الألفاظ، وهذه الألفاظ كلها إيش، مترادفة، عادات واحدة لها معنى باعتبار معنى واحد، باعتبار معنى واحد. أيضا من ذلك أن تقول السيف، الحسام، المهند، كلها ألفاظ مترادفة طيب على معنى واحد، طبعا قطع البطار اللي هو السيف، جيد، هي مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد. ممكن نقول أيضا الأسد، دخلت أيضا أنت ذهبت، ذهب زيد في الغابات، رجل بقى شجاع ورجل له ما له من الشجاعة، أراد أن يصطاد الغزال، فذهب للغابات التي فيها الغزال أو الظبي ليصطاده، فنظر فوجد إيش، فوجد أسدا عظيما يهجم عليه هو وأبوه وعمه، فهو قال هذا أسد قادم علينا، أبوه قال إيش، فرت من قسورة، هذا قسورة. صحيح. الثالث قال إيش، الغضنفر. فيبقى إذا أسامة ماشى أستاذ مخبول، مخبول أتى بالاسم الرابع، ومخبول كان معهم، فقال أسامة يقدم علينا، طبعا مخبول لأنه مخبول كاد يقتلهم، لأنه لما قال أسامة ما انتبه أحد، أسامة يعني شاب جاي وسيم، فهو طبعا هو الأسد، ما أحد يتخيل بأن أسامة هو إيش، هو الأسد، فأراد قتلهم. الغرض المقصود أنك الآن أتيت بأكثر من لفظ يدل على إيه، يدل على هذا هو الترادف الذي ييسر عبد يعلم هل في ترادف أم لا. أيضا من ذلك لو ضربنا الأمثلة مثلا، فأن تقول الحنطة، قال كيلو الحنطة الآن بألف، الآخر يقول لا القمح الآن بألف، فالذي يعلم في اللغة العربية يقول إذن الحنطة والقمح شيء واحد، مترادفات لشيء واحد. وأيضا من ذلك أن تقول جاء محمد فوجدنا قائمين، فقال لما القيام، اجلسوا، فجلس. فجاء أحمد يعبر بتعبير آخر غير تعبير محمد، فقال جاء زيد فوجدهم قائمين، فقال لما تقومون، اجلسوا، فجلس. يبقى قعدوا، الأول قال اجلسوا، الثاني قال لما تقومون، اقعدوا، فقعد. يبقى قال جلس قعد، وجلس وقعد. وإن كان بعض العلماء أهل اللغة الذين يمنعون الترادف يقولون الفوارق موجودة، مفهوم هذا سنبينه إن شاء الله، لكن نحن نقول هذه مترادفات، جلس قعد أيضا هذه من المترادفات. من ذلك أيضا يعني ممكن تقول حوراء هدباء، لكن هذا مش ترادف صراحة، فيها بعض الإيش الخلاف الكثير، لأن هدباء معناه هي طبعا نتكلم على العشاق، كان احنا قلنا زكاة المحبة موجودة في الإسلام، وأن الإسلام أصلا لا يمنع المحبة، لكن نقول حوراء هدباء. الحوراء، الحور هو شديد بياض العين، صحيح، والسواد نعم البؤبؤ كما يقولون، ولا النني هذا، وأيضا هدباء اللي هي الرموش الطويلة. طيب، لكن الحق بأنها يمكن أن نقول أنها مترادفة، كيف كريمة محبوبة يا عاشق، طبعا مش بتتغزل في العين يا كريم، هذا حلو المذاق التغزل في العيون، إلا إذا كانت النضارة سوداء، الحمد لله. ها اشتراك في إيش، أي جمال، جمال الطول ولا القصر ولا جمال الإيه، نعم العين اللي هي الموضع اللي بنتكلم فيه، فممكن أن يدخل في هذا الباب. من ذلك أيضا يمكن أن نقول البكاء، دخل عمرو على أمه وأخوه كان في الثانوية العامة، فأتى ب 99% وتسعة من عشر، فوجد القوم جميعا يبكون، طبعا الإخوة كلها مبتسمة على أن الكلام ده مش موجود، الكلام ده في الأحلام، سلام العم. طيب المهم دخل عليه فوجد بيبكي، ليش بيبكي، لأن الواحد من عشرة فات منه، طبعا هذا ممكن لا تجده في هذه الدنيا، احنا بنتكلم على الخيالات، ده هو لو كده يبقى صرخ 99، أي 99 9 من 10% تعلم أن المسألة فيها إيه، فيها أوراق خرجت. فنقول أنه هو أصالة دخل فوجدهم يبكون، لما الواحد في العشرة في المية، فقال دخلت فسمعت نحيب القوم، أخته دخلت قالت
دخلت فوجدت البكاء عند الجميع. فقلنا الآن هي عبرت بالنحيب أو هو عبر بالنحيب وهي عبرت بالبكاء، والبكاء والنحيب كلاهما يدل على إيه؟ دموع العين والبكاء. يبقى إذن المسألة مترادف، يبقى هذا ترادف كما قلنا. يبقى البكاء والنحيب أيضا من الأمثلة تدل على الترادف الموجود في الشر. من ذلك أيضا يبقى إذن البكاء النحيب، إذا قلنا البكاء والنحيب يبقى لابد أن نأتي بالمقابل. دخل زيد على قومه، على أمه، على أبيه، على إخوته، فولدهم في فرحة عارمة. لما؟ نجح الولد وتزوجت البنت وربحوا مالا، فوجد الفرحة والشكر لله في علاء عظيما. فيقول زيد، يقول وجدت القوم مسرورين. تدخل أخته فتقول فوجدت القوم فرحين. تدخل الثالثة فتقول وجدت الغبطة تعلو وجوه الجميع. صحيح ولا لا؟ كل ذلك ترادفه الآن. يبقى سرور، غبطة، فرح، ضحك، كل ذلك حبور. أيضا الحبور يدخل في السرور، حبور، هذا أيضا من المترادفات. من ذلك أيضا أن تقول، يعني إذا قلنا فؤاد، الفؤاد وطبعا قالوا نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. اللقاء بعده يكون إيش؟ الإعجاب، الزواج. تدخل على طول على طمع، لابد يكون في المحبة في القلب أولا، وإذا تحب فلا يرى المتحبين سوى إيش؟ النكاح. فيقول دخل حبك فؤادي. الثاني رجل بقى من أهل العامة فيقول إيه؟ مال قلبي لك بحبك. يبقى قال الأول فؤاد والثاني قال قلب. ما الفرق بينهما؟ لا فرق، مترادفات للقطعة التي تنبض بحب العشيق أو الحب المحبوب. فيبقى إذن فؤاد وقلب في هذا الباب. أيضا من ذلك التعب، وأيضا ها النصب. النصب وإيش تاني؟ النوم؟ لا النوم لا، الغوب. الغوب أيضا، وأيضا نهك، انتهاك، يعني في انتهاك شديد أصاب محمد بما فعل كذا وكذا. فالانتهاك، التعب، النصب، اللغوب، كل ذلك من المترادفات. أيضا من ذلك الأتون. إيش مرادفه؟ الفرن، ممتاز، ده عندنا احنا كده. والأتون طبعا يدل على الاحتراق. الموقد، التقد، الموقد أيضا يدل على أيضا الترادف. من ذلك أيضا أن تقول مثلا نظرة الشباب، نضارة الشباب. فعلاً الشباب له نظرة، نظرة معينة. النضارة هي جمال الوجه. نضارة الشباب ممكن أن تقول إيش؟ جمال الشباب، أو تقول غرة الشباب. الغرة أيضا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون غرة محجلين يوم القيامة. فبياض الوجه فيه جمال، نضارة الوجه، النضارة، الغرة، الجمال، كل ذلك أيضا من المترادفات. وأيضا إذا قلت الفصيح الناطق، اشترك فيش في نطق اللسان، الفصيح والناطق، هذه أيضا من المترادفات. يبقى إذن مسألة الترادف، فإن الترادف معناه التوالي أو التتابع، توالي الألفاظ المفردة الدل على معنى واحد لذات واحد باعتبار معنى واحد. اختلف هل الأصوليون اتفقوا على الترادف في اللغة، في ترادف أم لا، في القرآن في ترادف أم لا، في السنة في ترادف أم لا، لأنها مهمة جدا في هذا الباب. لأن الذي منع منع لحكمة سنبينها لها ما لها من دقة النظر العلمي في هذا الباب. نقول الاختلاف بين العلماء، اختلفوا في ذلك على قولين. قول جمهور أهل العلم قالوا بأن الترادف، جمهور أهل الأصول قالوا الترادف موجود واقع في اللغة وفي الكتاب وفي السنة. ترادف موجود في اللغة وفي الكتاب وفي السنة، قالوا هذا الترادف. ولذلك هم يقولون على مسألة الحروف أنها يعني يستعير بعضها بعضا في المعاني. قال فامشوا في مناكبها، قالوا في هنا بمعنى على. قال ولا أصلبنك، لا أصلب، لا قطعنا أيديكم ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل، قالوا على جذوع النخل ما حفرها. أأمنتم من في السماء، يعني من على، وهذه قطعا من على السماء. فهم يقولون الترادف موجود في الكتاب، الترادف موجود في السنة، الترادف موجود في اللغة. فجمهور الأصوليين يقولون بالترادف، هو موجود لا يمكن للإنسان أن يرده بحال من الأحوال. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين بأنه لا ترادف في القرآن، لأن ابن تيمية يقول الترادف في اللغة قليل، يعني هو أقر بأن الترادف موجود في اللغة. طبعا هذه تأتي لنا في مسألة أخرى خلافية في الحقيقة والمجاز. معلش أنتم الأسبوعين يعني الثلاث أسابيع القادمة متعبة لكم، لكنها والله مفرجة جدا لما سيأتي بعد. فسيأتي أيضا في الحقيقة والمجاز،
يعني ابن تيميه اصلا لا يقر بالمجاز لا في القران ولا في السنه ولا في اللغه ولا في اي شيء من المجاز بحال من الاحوال، لكن هنا اقر بان هناك ترادف في اللغه. قال الترادف في اللغه قليل والترادف في القران قال نادر، بل قد يكون منعدما، وهو الذي يميل الى ذلك، يميل الى انعدام الترادف في القران، يميل الى انعدام الترادف في القران. ولذلك انا ساقول لك يا مدرس اللغه العربيه اتينا بالامثله عشان نثبت للاخوه في هذا الباب، لانهم يقولون لان الترادف يمنع الاعجاز ولا يعطي فائده. هذه فقط العله عند المانعين، العله عند المانعين يقولون الله تعالى بين ان القران ايش؟ معجز، هو كلام الله المعجز، فقالوا الترادف يمنع الاعجاز، يعني لا يدل على الاعجاز، وايضا لا يدل على الثراء على 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 معنى زائد على فائده، فقالوا يبقى اذن لا ترادف، والقران كله ايش؟ كله متشابه، كله اعجاز، كما قال الله تعالى: الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانيه تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله نزل احسن الحديث، الاحسان والاتقان، وايضا بين الله تعالى انه متشابه وبين الله انه محكم. الف لام راء كتاب احكمت اياته سبحانه جل في علا. الغرض المقصود بانهم قالوا الترادف يمنع الفائده، فاذا يمنع الاعجاز والقران كله اعجاز. والجمهور يمنعون هذا الكلام. طبعا لو ضربنا امثله لهم في ذلك، قل هذه الامثله، هات الامثله، المثال الاول وفجرنا الارض، ها ممتاز، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها. طبعا علماء التفسير يقولون عينا يشرب بها يعني عينا يشرب منها، عينا يشرب منها، ما قال يشرب بها، قالوا بها هنا بمعنى الباب بمعنى من، يبقى منها. طيب فهنا الذين قالوا بالترادف يقولون بهذا ولا إشكال عندهم، الذين يمنعون الترادف يقولون لا، يا عينا يشرب بها عباد الله، وما قال يشرب إيش؟ يشرب منها. قالوا لأن هذه فيها بلاغة أعظم من أن يقول يشرب منها، يشرب منها على جنسها على بعضها، يشرب بها معناها أنها تقيل معه إن قال، تسير معه إن صار، تقوم معه، لأن الباء مصاحبة، فتصاحبه في حل وإيش؟ في حركاته كلها في الجنة، فإنها تصاحبه، لذلك قال يشرب بها، وأيضا تدل على الملكية التامة، يتصرف فيها التصرف التام غير المنقوص، ففيها ما فيها من الفصاحة والبلاغة. فقالوا إذن لا ترادف، قالوا إذن لا ترادف. أيضا من ذلك، ها لا، هي قول عيسى عليه السلام، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، قال من أنصاري إلى الله. جمهور المفسرين إلى الله معناها مع الله، وهذه دلالة على حسن ظن عيسى، يقول أنا متقن، أنا متأكد، أنا مستيقن من نصر الله جل في علاه، هل أنتم معي تنصرونني مع نصرة الله جل في علاه؟ وهذا المعنى قوي جدا، أنه يقول من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله جل في علاه. وهذا حقا هذا الأفضل تفسيرا من القول الآخر الذي سنبينه. لما؟ لأنه الآن يبين لنا عقيدة عيسى عليه السلام في ربه جل في علاه بعدما تكلم اليهود جميعا عليه، فقال من أنصاري إلى الله؟ الله جل وعلا سينصرني، هو يقول بذلك أنا متأكد من ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة كاملة تامة في الله جل في علاه، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أكملوا فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك بأن قول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله يعني أنصاري مع الله. الذين يمنعون الترادف قالوا لا، هي على بابها، من أنصاري إلى الله يعني في سيري في دربي في طريق الذي أسير فيه إلى الله. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يحتاج إلى الأعوان عندما يسير، لا يغرد وحده خارج الصرب إلا إذا كان على الحق وغيره ليس على الحق مثلا، هذا أمر آخر، كما قال ابن مسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، لكن الأعوان من الأهمية بمكان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، لأن في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس القبض فيه على دينك القبض على الجمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني يأتي زمان على الناس قال لو تركتم عشر ما تعلمون لهلكتم، قال ثم يأتي زمان على الناس لو عملوا بعشر ما يعلمون لنجوا، في هذا الزمان في آخر الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل عامل منهم بخمسين منكم، قال أبو هريرة بخمسين منهم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بخمسين منكم، ثم يأتي الشاهد قال
تجدون أنتم، الكلام لمن؟ تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فهو كأنه يقول من أعواني؟ من يسير معي في دربي في طريقي إلى في السير إلى الله جل في علاه. تبقى عليها على ما عليه ذلك. قالوا لا، لا ترادف، هي على بابها. قال من أنصاري إلى الله جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه فامشوا فيه في مناكبها، أو قال لا أصلبنكم في جذوع النخل. فهنا العلماء الذين قالوا في هذه غير موجودة، لأنك ما ترد واحد ماسك الكلاكتر ولا شوف هذا البرومة التي تحفر في الأرض فيمشي في الأرض في داخل الأرض. ده هو فيه هنا يعني إيش؟ يعني على، صحيح ولا لا؟ لكن يمكن أن يقول لا، هي على بابها، لأنه يريد أن يبين لك كيف تمهيد الله لك، تمهيد الله للأرض لك، من عظيم تمهيد الله الأرض كأنك تمشي في داخلها، كأنك تمشي في داخلها وهي منبسطة لك، ممهدة تسير، لا اضطراب فيها ولا تزلزل ولا شيء يمنعك من المشي فيها والسير فيها، لعظيم ربوبية الله جل في علاه الذين يمنعون بالترادف. والحق بأننا كما قلنا المسألة فيها ما فيها من النظر، وأن الترادف موجود في الكتاب وفي السنة، وموجود أيضا في لغة العرب، هذا الذي لم يمنعه حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك علماءنا يقولون الترادف فيه إيش؟ فيه ما فيه من الفائدة. طبعا عندنا علتان كما قلنا في الترادف، وضربنا الأمثلة بينا أنها يعني الترادف موجود. هم قالوا لا إعجاز، قلنا بل الترادف فيه إعجاز، وأثبتنا الإعجاز في مثل هذا الباب. الثاني أنهم قالوا إيش؟ لا فائدة. قلنا الله أكبر، فوائد كثيرة منها يعني حلو مذاق عبارة المعنى، وأيضا عمق المعنى الداخل فيها عند الترادف. والثالث أيضا التجانس، التطابق، البديع. كل علماء اللغة الذين يتكلمون على البديع الترادف يأتي به. فإذا فيها ما فيها من الفوائد اللغوية، فيها ما فيها، والفوائد اللغوية دالة على سرعة الإعجاز. الفوائد اللغوية لابد أن تقول تساوي إعجاز، كل الفوائد اللغوية تساوي إعجاز. يبقى إذن الراجح الصحيح قول جمهور الأصوليين، وأن الترادف موجود في الكتاب وفي السنة وفي يعني أيضا لغة العرب. وهذا يفيدك جدا 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 في هذا الباب، حتى يفيدك في إيش؟ يفيدك في الحديث، في العقيدة، في الفقه، في الأصول، أصول بيان ذلك في الحديث. على الأقل إذا قلنا بالترادف قلنا إذن بجواز إيش؟ بجواز قول الحديث بإيه؟ بالمعنى، بجواز رواية الحديث بالمعنى، طالما ضابط ويعلم الترادف إذن يجوز له أن يروح الحديث بالمعنى. وذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله قال من قال لك أنني أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنس يقول ما قلت أنا غير ما قاله جابر غير ما قاله فلان وفلان، إنما نأتيك بإيش؟ بمعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ضربت مثلا طويلا عريضا في هذا الباب بين 13 وأكثر من 13 لفظ مختلف في حديث العربي الذي بال ناحية المسجد، صبوا على بوري ذنوبا سجلا من ماء، لا تقطعوا بولته، لا تقطعوه، لا تزرموه، الفاظ بأسرها مختلفة تدل على أنهم أتوا بالمعاني. فهذه أصلا تنفعك حديثيا إذا قلت بالترادف، إذن يصح بجواز الإيش؟ بجواز رواية الحديث بالمعنى. أيضا يفيدك في مسائل التفسير، الترادف هذا يفيدك في مسائل المعنى. لما 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 يقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه او يقال لغيره بقول او لابي بكر فوفاكه وابا، لما قال له الاب ايش قال؟ قال والله لا ادري ما الاب. وقال اي ارض تظلني، اي سماء، اي ارض تقلوني، اي سماء تظلني، ان تكلمت انا في القران بغير علم. ابن عباس نفسه نفعه الترادفات لما سمع قول العربي ويقول هذا بئري أنا إيش ها فطرتوها، قال هذه بئري العربي. أصالة ابن عباس يقول ما كنت أعلم معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض ما كان يعلم ابن عباس ترجمان القرآن ما كان يعلم. شو الترادفات كيف تفيده؟ قال هذا بئري أنا فطرتوها، فلما علم فطرتوها يبقى معنى حفرتوها، أبدعتوها، صنعتوها، خلقتوها، يبقى الحمد لله فاطر السماوات. يبقى إذن أبدع على غير مثال سابق بأنه أبدعها، صنعها، خلقها بالإحسان والإتقان. فالترادفات تفيد جدا أيضا المفسر. أما في الأصول فمعلوم، لأنها ستفيدك جدا في أنها مهما جاءت الألفاظ بغنية فإن الحكم واحد، الحكم لا يتعدد مع تعدد الألفاظ في هذه الأبواب. ولذلك احنا قلنا بأن في الترادفات هذه تجعلنا نحكم حكما بأنه لو قال زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، طيب، وإذا قلنا بأن وهبتك ابنتي على قول بعض من قال بها، يبقى إذن الحكم واحد. لو قال أن زوجتك غير أنكحتك فإنها لا يمكن أن يكون الحكم أنها خلاص ملكه هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال زوجتكها على
على ما كان على ما معك من القرآن. وأيضا النكاح بل ملك، هم حتى في الخليج يسمون العقد إيش؟ ملكا. وطبعا يجعلوها شين يعني ملش، يعني معروفة في لغة العرب. الغرض المقصود أنه الحكم، الحكم مع اختلاف الألفاظ هو حكم إيش؟ حكم واحد لا يتغير. أنا عارف أنها صعبة لكن لابد تتمرس الأصول هذا. أنا أقول لك شيئا احفظه جيدا، من لم يتقن الأصول لا علم له، الذي لا يتقن هذه الأبواب لن يثمر في العلم، لن يكون مبرزا. ممكن يحفظ، ممكن يعلم بعض الأمور، لكن لن يكون مبرزا في العلم بحال من الأحوال. فاصبروا وصابروا. إذن الصحيح الراجح في هذا الباب بأن مسألة الترادف فيها ما فيها من الإعجاز، وفيها ما فيها كما قلنا من الفوائد الكثيرة الجمة. يبقى لنا الكلام على المشترك. تكلمنا على الترادف، نتكلم على الاشتراك. طيب لو تبدأ بس التعريف المشترك فيها. طبعا أنا طرحت الخلاف بين العلماء وأتيتك بالموجز الصحيح لترى. الله أكبر، حفظك ربي. لا تعدد بقى، تعدد معاني في الصفات. وأيضا أنا هنرد فيها على من قال بأن تعدد الأسماء معناها تعدد الذوات، وإذا كان تعدد الذوات يبقى إذن أكثر من إله. وهذا رد على مين يا شطار؟ ها الجهمية. الجهمية، الجهمية يمنعون تعدد الأسماء، يقولون تعدد الأسماء يدل على تعدد الذوات. وقلنا هذا غباء مستحكم. هي ذات واحدة لها إيه؟ أسماء. وكل اسم له إيه؟ معاني، يتضمن صفة بل ويستلزم صفات أخرى. وهذا يفيدنا جدا في باب العقائد. طبعا كل ذلك لم يغفله ابن تيمية، عشان ما نحسب أننا تقدمنا على ابن تيمية. لا، ما أغفل ذلك. وابن تيمية يريد أن ينظر إلى جانب آخر لم ننظر نحن إليه، هو جانب حفظ الإيش؟ الإعجاز مع الفوائد الجمة في إبقاء اللفظ على ما هو عليه. ستجد حكم عظيمة جدا وفوائد كثيرة عندما تبقي اللفظ، لأن الله جل في علا لو أراد كان أتى باللفظ الآخر. معنى أن الله تعالى يقدم هذا اللفظ على هذا اللفظ، إذن هناك حكم عظيمة. وهذا نظر دقيق فقيه عالم نبيل، لكن أنا لا نوافقه على أن نقول بأنه لا ترادف. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة في المشترك. قال: وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعا أولا من حيث هما كذلك، فخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وخرج بقيد أولا المنقول. مع أنه يدخل، ده الحق يدخل، لأنه من أيضا من الاشتراك بأن يكون اللفظ عليه هو حقيقة يستعمل ويستعمل مجازا، لكن ينتقل من الحقيقة إلى المجاز، فيكون ذاع وشاع المجاز دون الحقيقة. كإيش؟ كالغائط. استعملوه في قضاء الحاجة وهو حق المجاز، على ما إذا قلنا في المجاز في اللغة هو مجاز. الآن أنزلوه الناس منزلة الإيش؟ الحقيقة. غلب فنزل منزلة الحقيقة. نعم، هو عامة المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر في اللفظ، والاختلاف اختلاف الأوضاع الوضع. طيب، والعلماء يقولون بأن المشترك هذا إذن لفظ واحد له أكثر من إيش؟ له أكثر من حقيقة، له أكثر من حقيقة. لفظ واحد له أكثر من حقيقة، ممكن يكون له إيش؟ لفظان أو أكثر من لفظ. وهذه تتفرع الأحكام على سبب هذا. عامة المشترك باب مهم جدا في الأصول، المشترك باب مهم جدا في الأصول للترجيح، لأبواب الترجيح، وهذه تدل على إعمال النظر عند المجتهد. السبب في الاشتراك اختلاف القبائل، اختلاف القبائل في لغة العرب مختلفة، الألفاظ بوضع الألفاظ لمعانيها، هذه الاختلاف اختلاف اللكنات واللغات. كما نفسنا كان إذا نزل تميم إيش؟ تكلم بلغة تميم، صحيح؟ ما أهل مكة لهم ما يخصهم من اللغة. ولذلك عثمان بن عفان لما جمع القرآن قال أي اختلاف أرجعوه إلى إيش؟ لغة من؟ أهل مكة، لغة أهل مكة، القرآن الذي نزل بلغتهم. الغرض المقصود اختلاف القبائل، وأيضا اختلاف وضع الألفاظ لمعانيها، هي التي أدت إلى هذا الاشتراك. من ذلك أيضا مسألة استعمال الحقيقة واستعمال المجاز أو يغلب المجاز. المشترك له أدلة كثيرة جدا، كأن تقول مثلا العم من الألفاظ المشتركة. خلينا في الأسهل الأول قبل أن ندخل للإخوة على التعب. الشراء من الألفاظ المشتركة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يعني إخوة يوسف اشتروا يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، صحيح؟ لا، ده القرآن يقول باعوه، يبقى شروه معناه إيش؟ باعوه، يبقى هي من الأضداد أهو، من المشترك أهو. لفظ شروه يطلق على البيع ويطلق على الشراء. شروه، الشراء أو البيع، الاثنين، الشراء أو البيع، يطلق على البيع ويطلق على قال البيعان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، سمى هذا بيع وسمى هذا ايش بيع. فالبيع يطلق على الشراء ويطلق ايضا على البيع، يطلق على الشراء ويطلق على البيع، هذا بالنسبه للاشتراك. ايضا من ذلك احنا قلنا مثلا العين، العين 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 هي العين الباصره، العين الباصره الباصره اللي هي ايه اللي هي فيها البؤبؤ، هذا العين الباصره صح. العين المتفجره من ينابيع الحكمه، ها الجاسوس الله المستعان، المتفجره بالماء واللبن البئر. طيب العين الاخرى الثالثه عين ايش؟ الذهب. الذهب. الرابع ايش؟ الجاسوس. صحيح، بل ممكن يقول التدبر عين بعين القلب، صحيح ولا لا؟ ممكن تدخل، المهم العين هذه الايش حرف، حرف العين، العين حرف العين يدخل في هذا حرف العين، هذا هو. فشوف انظر الان هذا مشترك اهو الان في هذا الباب. ولو ضربنا امثله على ذلك كثير، العم تعبى هات لي انت بقى العم، ده طبعا مشهور جدا في مصر، ان هو لما يجي يقول لك يقول لك نسيبي، زوج اخته زوج خالته يقول هذا نسيبي، ولا يمكن ان يكون نسيبا لك بحال من الاحوال. النسب دم عصبه، اما هذه اسمها ايه؟ مصهره. طبعا هو العم، العم المعروف هو اخو ايش؟ اخو الاب. يعني دي ما لا تتبادر اذهانكم بحال من الاحوال، اخو الاب. وايضا تاتي في اللغه بمعنى الجمع الكثير، الجمع الكثير يكون بعم. طيب فهذا مشترك اهو الان، فانت لو ذكرت العم فانت لابد ان تنظر. يقول جئت مسرعا ففزعت مما رايت عم، رايت عم يبقى رايت ايه؟ اخو ابي ففزعت، رايت ايه؟ لا جمعا كثيرا ما ادري الالتفاف حول ايش بالضبط. فاذا المشترك كما سنبين السياق هو الذي يظهر لك ما يراد منه، لكن الغرض المقصود هذا مشترك. ايضا من ذلك الخال، خلينا بقى في الاقارب، العم والخال. الخال، الخال يطلق على ايش؟ الخال يطلق على طبعا على اخي الام. طيب وايضا الخال يطلق على الايه؟ ها على ايه؟ الفعل، فعل. طيب ويطلق على المكان الايه؟ الفضة، على المكان الخالي، يطلق على الفضة، يطلق على المكان الخالي. ايضا يطلق على من جرى ثوبه ايش؟ خيلاء، يطلق على الخيلاء. الخال يطلق على الخيلاء. ايضا يطلق على الدبة خال. في الخليج عجيب جدا، يقول الخال يقول الخوال، يقصدون بالخوال اللي هو ايه؟ السواد. يعني المرأة لما تيجي تتزوج مثلا او رجل اذا تزوج يقول بين لي من الخوال ولا من الخوال، يعني سودة ولا بيضة. يعني الخوال عندهم السواد، الخوال اللي هم السود، فيقول لك لا عبيد، لا نتزوج عبيد. الخليج يقول بذلك. فيعني هي ايضا تدخل في المعنى. من ذلك ايضا ما اخالك، ما اخالك ان تفعل كذا وكذا، يعني ما اظنك ان تفعل كذا وكذا. يبقى الخال ايضا ياتي بالظن وياتي بمعنى التوهم ايضا، فكل ذلك مشترك. فالاشتراك هذا السياق هو الذي يظهر لك المراد منه. من ذلك الهلال، الهلال ايضا، الهلال هو هلال ايش؟ القمر، القمر يكون قمرا، يكون هلالا، وبعد الهلال اللهم اهل علينا باليوم والبركه، بعد الهلال الى ان يصل الى القمر المتكامل المستنير ويسمى ايش؟ بدر. ثم بعد ذلك الى المحاق. الغرض المقصود هلال، الهلال معروف في السماء. وايضا الهلال هلال ايش؟ الصيد، القوس، هلال ايضا يطلق على عليه هلال. والهلال ايضا يطلق على الجمل، الهلال يطلق ايضا على الجمل. والسياق هو الذي يبين لك المراد منه. الارض، هذه عجيبه هو الان، الارض ايه؟ في واحده تاني ايه؟ الذئب ماله؟ سيدنا عمل لسه. شوف اهو يعني طب خلاص ننظر فيها بقى كم معنى فيها الذئب. ما هو ده الاشتراك في الاسماء، صحيح هناك اشتراك في الاسماء، هذا صحيح. طيب نقول ايضا الارض، الارض معروف، الارض المبسطه الممهده التي تمشي عليها. وايضا الارض كل ما سفل كان ارضا، لان كل ما علا كان سما، كل ما علاك كان سما، كل ما سفل كان ارضا، اجلكم الله. وايضا قوائم الدابه، قوائم الدابه ايضا يكون الارض. فهذا كله مشترك، كله مشترك.
كل هذا مشترك، والسياق هو الذي يظهر لك المراد منه. أهم المسائل والمباحث التي تتعلق بالمشترك حكم المشترك. ما حكم؟ لأنه هذا إجمال حكم المشترك أصوليا. العلماء يقولون المشترك إذا جاء بنص شرعي من الكتاب أو من السنة فله أحوال، أو قل له حالان. الحال الأولى مشترك بين النص الشرعي وبين اللغوي، يبقى هو مشترك بين تعريف شرعي اصطلاحي وبين تعريف لغوي. أو الذي يهمنا في هذا الباب هو نص الكتاب وإيش؟ والسنة. مشترك يكون بين نص شرعي وبين إيش؟ وبين لغوي. أو مشترك بين نص شرعي بين نص لغوي وآخر لغوي. ويمكن أن نقول في الثالث مشترك بين نص لغوي وعرفي. هذه من الأهمية بمكان أصولي، لابد أن تفهم هذا الباب. يبقى حكم المشترك، نقول إذا بحثنا عن حكم المشترك الذي يهمنا في ذلك في الاشتراك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة صحيح؟ طيب، أو قول الصاحب، نقول قول الصاحب حجة في هذا الباب، لكن هو الحق أننا ننظر نظر العين إلى الكتاب والسنة. فيكون عندنا الاشتراك اشتراك بين نص شرعي وبين نص لغوي، أو اشتراك بين نص لغوي ولغوي، أو نص لغوي وإيش؟ وعرفي. طيب، فلو ضربنا الأمثلة على ذلك بين نص شرعي، أولا الحكم الأول إن جاء الاشتراك بين نص شرعي ونص لغوي وجوبا قدم النص الشرعي، يعني قدم المعنى الاصطلاحي معنى الشرعي، لأن هذه دلالة الشرع جاءت عليه متعينة في هذا الباب. كقول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الطلاق مرتان. الطلاق يطلق في اللغة بمعنى حل القيد، أطلق يدي فحل الوثاق، يبقى الطلاق في اللغة معناها حل القيد، أي قيد. في هذا أعم. في الاصطلاح في الشرع جاء الطلاق، هي المعاني الشرعية هنا جاءت دلالة لها بينة هنا، جاء الطلاق في الشرع في الاصطلاح معناها حل قيد الإيش؟ الزوجية، اللي هو حل رابطة النكاح، لا زواج، حل رابطة النكاح. هنا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآن الطلاق مشترك بين حل القيد وبين تسريح المرأة بإحسان أو حل قيد الزواج، أيهما نقدم؟ قلنا نص شرعي أولا اللي هو جاء الشارع، الشارع بين الدلالة المرادة في كتابي أن الطلاق معناها الفراق بين الرجل وبين المرأة، وأما في اللغة هو حل قيد القيد. نحن إذا رجحنا نقول الآن المشترك الحكم الذي نرجحه هنا هو إيش؟ المعنى الاصطلاحي المعنى الشرعي اللي هو الفراق بين زوج وزوجة. هذا يفيدك بأن دخل عشان تبين الثمرة تعلم كيف تطبق. أنا نقول بنرجح الطلاق هو إيه؟ الفراق بين الزوج وزوج. هذا يفيدك أن دخل زيد على امرأته كان يحبها وكانت تحبه وحدثت الملاطفة والمؤنسة وقام الرجل يتغزل، وهذا قال علي بن أبي طالب لما دخل قال حديث بثغريها يا إيش يعود الأراك. هل هذا مقاتلة ولا مغازلة؟ مغازلة. هذه سنة أن يغازل زوجته، بل المهارة أن يغازل الرجل زوجته، هذه يؤجر لو كان محتسب، لو كان محتسب يؤجر على ذلك. فدخل عليه فقال حظيت بثغريها يعود الأراك، أما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما ندى مني يا سواك سواك. فابتسمت فاطمة رضي الله عنها يتغزل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عائشة يقول أحبك، فدخل فأحبها وأظهر حبها وتلطف معه وتلطفت معه، ثم بعد ذلك قال جئت من العمل منهكا، أين الطعام؟ قالت ما صنعنا طعاما، فقام ثائرا ما صنع طعام طالق. طبعا طالق قالت له نعم الفراق جزاك الله خيرا لعلنا نرجع إلى من نحب، وأخذ أغراضها وتمشي لنا الطلقة الثالثة. طبعا لطم وبكى. هنا المخرج له، يأتيه بقى صاحب المخارج، سيبك من أطعام عشرة مساكين هذه، يأتيه صاحب المخارج يقول له طالق معناها في اللغة فك إيش القيد، وأنت تقصد فك القيد وامرأتك إيه معك والأمر انتهى. ونرجح المعنى اللغوي، قلنا لا أنت تتلاعب الآن، لأن الحكم الأصولي هنا أن نقدم اللفظ الشرعي على
المعنى الشرعي على المعنى الايه لغوي، لان هذا مراد الشارع. وكما قلنا اسس الامام الشافعي تاسيسا تاصيليا عاما، قال امنت بالله وبما جاء عن الله اكمله، وعلى مراد الله. انا ببحث عن مراد الله، انت تبحث دائما عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامنت برسول الله وامنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مرادي رسول. لانك ممكن تؤمن بما جاء به رسول الله لكن ايه على هواك. كما امن بعضهم وقال الرحمن على العرش استوى، امنا بالله هذا من القران، واستوى بمعنى استولى، يبقى هو امن بما جاء عن الله لكن ليس على، يبقى الخلل هنا انه لم يؤمن على مراد الله الذي في علاه. فبين المراد الشرع هنا الطلاق هو الفراق، يبقى بانت منه بنونه كبرى وتروح تتزوج اللي بتحبه وده افضل لها. طالما رجل من اجل الطعام طلقها وفارقها يبقى هذا لا يستحق ان يكون معها. يبقى اذا هذا يفيدك اصوليا جدا في هذا الباب. ايضا من هذا قول الله الذي في علاه، يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الصلاه في اللغه الدعاء، الزكاه في اللغه النمى، صحيح ولا لا؟ اما في عرف الشرع في معنى الاصطلاحي المعنى الشرعي، الصلاة أفعال مخصوصة، صحيح، بأركان وشروط وفي أوقات مخصوصة قربة لله جل في علاه. طيب والزكاة أيضا مال مخصوص يخرج بقدر مخصوص لأناس أيضا مخصوصين، هذا بالنسبة للعرف الشرع. فمن قال بأن الزكاة النمى يقول لك الحمد لله، ضع الدرهم على الدرهم نم عليك ليل إيه طويل. فالزكاة معنى النمى، أنا أنمي مالي وستفه، صحيح ولا لا؟ يبقى هرب من الزكاة من الصدقة وهذا الباب. لو قال الصلاة الدعاء يقول طول ما ماشي اللهم نجينا اللهم ارزقنا وانتهى صلى، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول لا، عرف الشرع المعنى الشرعي يقدم فيه. طالما اختلف النص نص الشرعي واللغوي قدم الشرعي على اللغوي، هذا يفيدك جدا في هذه الأبواب. طيب أما الثاني احنا قلنا بين ايش؟ بين لغوي ولغوي. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا القر يأتي في اللغة بمعنى الطهر، ويأتي في اللغة أيضا بمعنى الحيض. يبقى الطل القر طهر، القر إيش؟ حيض. العلماء يقولون الآن نص لغوي ونص لغوي، صحيح. قلنا وجوبا قدم المعنى الاصطلاحي الشرعي على المعنى اللغوي، لكن هذا معنى لغوي وهذا معنى مشترك، وهذا المتعب جدا بقى، وهذا الذي تركه الله جل في علاه للعلماء ليرتقي العالم على آخر ويصل إلى نتيجة. قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. لذلك قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فيبقى هنا المسألة ترجع إلى القرائن المحتفة وإلى اجتهاد العلماء في النظر إلى السياق والسباق واللحاق والمفسرات ليرجح قول عن قول. الجمهور طبعا يرجحون بأن القرء هنا هو إيش؟ الطهر. طيب طبعا بها لأنه قال ثلاثة قروء، ثلاثة مؤنث، يبقى هنا طبعا قاعدة العدد والمعدود يا أبو عرام أنت أستاذ اللغة العربية، نقول المخالف صحيح؟ ها إيش فيها هنا؟ الثلاثة تخالف، يبقى ثلاثة هنا على التأنيث أهو، يبقى القر مذكر، يبقى مذكر معناه إن هو إيه؟ الطهر. طب مذكر يبقى معناه الطهر، يبقى لغة القوة معهم في هذا الباب، نقول ثلاثة قروء. طبعا وازنوها القوم الاخرون، وازنوا ذلك بانهم قالوا لو قلنا ثلاثه يبقى ثلاثه متكاملات، لان ده الاصل في الحقيقه، وانتم بتتكلموا على المجاز ثلاثه يبقى ثلاثه متكاملات، ولا تكون متكاملات بحال من الاحوال الا اذا كانت حياض ثلاث. ليه؟ لان قلنا القرء الطهر هيبقى ايه؟ طهران وايش؟ وشطر، او طهران وجزء. انما الثلاث متكاملات لا تكون الا على حيضات ثلاث متكاملات. طبعا احنا لو دخلنا في بحر الاختلاف، انا ما بتكلمش على بحر الاختلاف الفقهي، انا سارجح لكم الان، انا كنت اميل دهرا وان كان شنقيتي مال دماغي مره اخرى، عالم الحرير خلاني اتعب في الحديث، انا ما اريد ادخلكم في التعب، اميل دهرا اتكلم بكلام الشافعي فقط واقول ان القرء هو الطهر لا الحيض، الا ان وقع بصر على الحديث وان كان فيه ضعف، لكن حسنه بعض العلماء للطرق بان السلام قال فاذا مضى قرؤك فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا مضى قرؤك، وفي رواية إذا أتى قرؤك فدع الصلاة، فالقرء هنا بمعنى إيش؟ الحيض، مضى الحيض اغسلي عنك الدم وصلي، يبقى سمى القرء حيض. فهو
الشنقيطي ذكي يقول نعم ما ايش فيها، ما هو القرء طهر والقهر والقرء ايش حيض، لا فاصل لا فاصل. هو عندما استخدمها في سياق معين على انها حيض استخدمها الحيض تاتي، وعندما تستخدم في طهر تستخدم، وفي الايه تستخدم طهرا لا حيضا. فميلني مره اخرى فوقفت متعبا في هذا الباب، لكن قلت الاسلم أن أقف مع الحديث وانتهى الموضوع. لكن هذه قوة ليست بعدها قوة، ولذلك رجح شنقيطي بكلام المالكية والشافعية بأن القرء هو الطهر، وله في ذلك ما له من القوة. لكنني يعني سلمت نفسي إلى الحديث أأمن به، وأنه قال إذا مضى القرء كيف عليك فاغسلي عنك الدم وصلي. فالغرض المقصود قالوا إذن القرء هنا بالطهر، ودي رواية عن أحمد طبعا، رواية أحمد مع المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد أيضا مع الأحناف. وأيضا من ذلك في قول الله جل في علاه وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هنا مشترك، تأتي الكلالة دي لا والد له ولا ولد، وتأتي الكلالة أيضا القرابة التي ليست والد ولا ولد، فأيهما؟ فالعلماء ينظرون طبعا الراجح في ذلك ما قاله أبو بكر وقال عمر أيضا، الكلالة هو إيه، هو الذي لا أصل له ولا فرع، يعني الكلالة الأصل فيها الحواشي. طب وش الدلالة على ترجيح ذلك؟ آخر سورة النساء، إن امرؤ هلك اعرب، لا أنت انتظر بقى خليك للآخر، إن امرؤ هلك ما نعم. الكوفيون يرون تقديم الفاعل على الفعل، وبعضهم يقول لا، يقول ده هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده، يعني إن هلك امرؤ هلك، مفهوم؟ عشان بس تستتم عندك المسألة موجودة. الحمد لله تفضل. البصريون يرون أن هذا إيه؟ مبتدأ. أيوة يرون أنه إيه؟ ممتاز. طب اعرب إذا السماء انشقت، هات هي أصل الأصل فيها إذا انشقت السماء انشقت. طيب إذا أنت التقدير الأول إذا انشقت السماء وكانت فاعلا هو طيب، هذه ما أعرف. هنا يقول الله جل وعلا نرجع لمسألة المسألة التي عندنا في أن الكلالة مشترك طيب بين الذي لا أصل له ولا فرع، يعني المسألة مسألة إيش؟ مسألة إرث الحواشي، أو الذي يرث ولكنه ليس من أصل ولا من فرع. طيب الراجح بأن الكلالة هو الذي لا أصل له ولا فرع، لا والد ولا ولد. والدلالة ذلك نهاية الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ثم قال إيش؟ ها ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهي ترث وهو يرثها إن لم يكن لها، فإن كانت اثنين فلهما الثلثان مما، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل. يبقى تكلم عنه لا ولد، والسياق يدل أنه لا إيه لا والد. طب إزاي بقى السياق يدل أنه لا والد يا أستاذ حسام؟ دعك أنت، هات كريم الأول. السياق يدل أنه لا والد، ها مش ود أب ممتاز. عدم حجب الإخوة يدل على ذلك، لأن الأصل يحجب إيش؟ الأصل وجود أصل أو وجود فرع يحجب الحواشي، الحواشي لا إرث لهم إلا بعد إيه؟ بعد نفي الأصل أو الفرع. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا إن امرؤ هلك، يعني هذه تدل لنا على أن الكلالة تثبت الترجيح في هذا وإن كان مشتركا. هذا بالنسبة للنوع الثاني. أيضا من ذلك في قول لا جل في علاء، النوع الثالث آسف، النوع الثالث وهو اللغوي مع العرفي. هات لنا مثل بقى انت حبيبي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاطهروا، وان كنتم على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. او لامستم النساء، وايضا اذا جاء احد منكم من ايش؟ من الغائط. من الغائط هنا المعنى اللغوي، الغائط اللي هو الايه؟ المكان الايه؟ المنخفض، صحيح ولا لا؟ طيب لكن عرفا الغائط هو ايه؟ هو ما يخرج من الانسان في قضاء الحاجة اجلكم الله. وهنا نرجح العرف على اللغوي للسياق فقط، للسياق فقط، مفهوم ولا لا؟ قول الله جل في علاه او لامستم النساء، الملامسه في اللغه معناها ايه؟ ملامسه البشره البشر، صحيح ولا لا؟ وايضا اللغه تحتمل الجماع ولا ما تحتمله؟ تحتمل، لكنه ليس بالصريح، ليس بالصريح، مفهوم ولا لا؟ حملناه أصلا على
على الشافعي حملوا عليه، لان اللغه مع الشافعي حملوا على الظاهر، على المعنى القريب للمعنى البعيد، وهو مباشره لمس البشره البشر، فقال اللمس ينقض الوضوء. والاخرون قالوا لا بالجماع، والجماع هذا كان للسياق، لان سلم قبل فذهب فصلى فلم يتوضا، فقالوا هذا ترجيح للمعنى، مفهوم؟ يبقى هذه النوع الثالث. اخر المباحث في الكلام على المشترك، وهو تعميم اللفظ المشترك، او الكلام على هل يحمل المشترك على احد المعنيين او يطلق على المعنيين معا، يعني يعمم، ولا لابد ان يطلق على معنى واحد. مساله فيها اخوات ثلاثه اطال النفس فيها، فساذكر ما فيها واذكر الترجيح عموما دون التفصيل حتى نصل للنهايه. اقوال ثلاثه. القول الاول يقولون على التعميم يحمل على المعاني باسرها، وهذا قول الشافعي. وقول جمهور الاصوليين يقولون لا يمكن ان يكون على التعميم، مشترك يبقى يحمل على معنى واحد دون المعنى الاخر. القول الثالث قالوا بالتفصيل، نفرق بين النفي والإثبات، نفرق بين النفي والإثبات، كما لو قال زيد والله لا أكلم موالي عثمان، لما قال والله لا أكلم موالي عثمان يبقى المولى الأعلى والمولى الأسفل لا يكلمه، والمولى دي مولى أيضا من الأضداد، المولى يقع على إيه؟ أيوه على السيد، ويقع أيضا على العبد، مفهوم؟ إذا قال في النفي يعمم، في الإثبات لا يعمم، قالوا بالتفصيل. طيب، والذين قالوا بأنه يقع على المعنيين، الشافعي هو الذي قال بذلك أنه يقع على المعنيين، وبعضهم استدل على قول الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، قال والشمس والقمر والجبال إلى آخر، فقال إذن هنا يقال سجود العبد معناها وضع الجبهة على الأرض، وسجود الشجر والحجر والطير معناها الخضوع والانقياد، قالت أتينا طائعين، قهر العباد سبحانه، قهر الخلق الله جل في علاه. هذا قول من؟ قول كثير من العلماء الذين قالوا يحمل على المعنيين. يعارض هذا القول الاستدلال، لا أقول القول، الاستدلال يعارض. يعارض بإيش؟ نقول لا، هذا التفسير لا نقبله، بل هو سجود حقيقي للشجر وللحجر يسجد، كما أن التسبيح كان تسبيحا إيش؟ حقيقيا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام. يبقى الشجر يسجد نعم، النجم يسجد، الشمس تسجد نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أترى هذه الشمس؟ أتدري ما أين تذهب؟ ثم قال له الرسول أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تذهب إلى العرش فتسجد تحت العرش. يبقى تسجد ولا ما تسجد؟ تسجد حقيقة، مفهوم؟ والصحيح ما قاله جمهور الأصوليين بأنها لابد أن تكون على معنى المشترك، لابد أن يكون على معنى واحد المشترك، لابد أن يكون على معنى واحد. وهناك فوائد كثيرة جدا من الفروق الفقهية في هذا الباب، إن شاء الله نتعرض له بعد ما ننتهي من هذه المباحث اللغوية. جزاكم الله خير. على البدلية، يعني هذه المسألة فيها ما فيها من النظر، فيها ما فيها من النظر. صحيح الراجح أنه لا يمكن أن يأتي الشرع ويقصد المعنيين بحال من الأحوال، في معنى يكون راجح ومرجوح، والأحكام كلها تتعلق بذلك إلا إذا كان الأحكام سواسية. تفضل. ازاي لا يريد عمل؟ ما هو ترتب عليه حكم وعمل. ترتب عليه حكم وعمل اهو، ترتب عليه حكم وعمل، لا يكلم، يبقى يكلم السيد ولا العبد؟ فاهم كيف؟ ما هو ترتب عليه حكم وعمل. مسألة الأصل أنه لا يقع على عين واحدة، على أمر واحد، أنه لا يمكن التعميم، هذا بالذات سيدخل فيه الإجمال. مفهوم؟ والفصل الخطاب أن يكون على التعيين لا على الإجمال. نعم. من قدم اللغوي الا اذا جاء السياق، فقلنا قدمنا الغائط هنا على الخارج على ايه؟ على السياق لا على التأصيل. نعم. الاصل يقدم العرف على اللغه. احنا كده مع الاصل. اسف، الاصل يقدم، يرحمكم الله، يقدم العرف على اللغه. اللغه اخر شيء. تقدم الشرع، بعدين العرف، وبعدين اللغه. تعتبر جزء من المشترك. ما هنا بقى هندخل في المجاز، ده اللي سياتي بقى، انا لا اقول بالمجاز عشان ترتاح انت واخوك. لا هذا لا شفاعه، مش هتقبل شفاعه فيه.